اول ملحوظه هقولها لك، هي في حاجه اسمها انا مسميها الافعال الخمسه. ايه يا مستر الافعال الخمسه؟ هم الافعال regret يعني يندم، forget يعني ينسى، remember يعني يتذكر، stop يعني يتوقف، و try يعني يجرب او يحاول. الخمس افعال دول يا جماعه لو جه بعدهم الفعل زد اي ان جي يبقى ده معناه ان الحاجه دي انا كنت بعملها ثم توقفت عنها ثم افتكرتها ثم نسيتها ثم ندمت عليها وهكذا. يبقى انا لو انت فهمت من سياق الجمله ان الحاجه دي انا عملتها ثم بتوقف عنها دلوقتي يبقى هنا اي ان جي، انا عملتها وبفتكرها يبقى اي ان جي، انا عملتها ونسيتها يبقى اي ان جي. اما لو جه بعدها تو المصدر يبقى دي معناها ان الحاجه دي لسه ما اتعملتش. انا افتكرت I remembered to study، انا لسه هذاكر. I forgot to email you a message، انا نسيت ان ابعت لك المسج. يا جماعه تو المصدر يبقى انا ما عملتش وجاي دلوقتي افتكر، ما عملتش وندمان، ما عملتش ونسيت، ما عملتش وتوقفت دلوقتي علشان اعمل. يبقى لو تو المصدر لسه ما عملتش ing يبقى انا عملت. الملحوظه الثانيه اللي عايز اقولها لك ان كلمه لكي، طبعا انت عارف ان تو يعني لكي يجي بعدها المصدر، وان اوردر تو يعني لكي يجي بعدها المصدر، وسو از تو يجي بعدها المصدر. ثلاث كلمات، الثلاثه دول بيجي بعدهم مصدر والثلاثه معناهم لكي. خد بالك ان في كلمه تاني معناها لكي اللي هي سو ذات. الكلمه دي ليها تكوين مختلف، ما بيجيش بعدها المصدر، ركز قوي في الكلام ده. سو ذات بيجي بعدها فاعل اللي هو اول الكلام بكرره تاني، يعني مثلا اي Where I studied English، أنا بدرس أو أنا درست إنجليزي. So that I، شوف I أنا كررتها مرة كمان، ما قلتش so that والفعل المصدر على طول، لا so that I تاني اللي هي كانت في أول الكلام. So that I can لو study مضارع، could لو study ماضي، يعني لو أنا بقول I study English يبقى so that I can، لو I studied English يبقى so that I could get a good job علشان احصل على وظيفه جيده. لكن لو انا هقول تو هقول اي ستادي انجلش تو جيت على طول، تو جيت المصدر مباشره. لكن لو سو ذات هقول اي ستادي انجلش سو ذات اي كان، اي ستادي انجلش مضارع سو ذات اي كان جيت ا جود جوب. النوت الثالثه اللي عايز اقولها لك ان في كلمات طبعا انت عارف وفي بعض الافعال بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، بس ايه الاشهر او ايه التعبيرات الاشهر اللي بيجي بعدها الفيرب زائد اي ان جي واللي دايما بتتكرر في الامتحانات؟ It's no use لا فائدة، It's no good لا فائدة، I can't help لا أستطيع أن أتوقف، It's a waste of money إنها مضيعة للمال، It's a waste of time إنها مضيعة للوقت. الخمس حاجات دول هما الأكتر، وطبعا هو في كتير بس دول أكتر تكرارا في الامتحان. خد بالك دول بيجي بعدهم. في بعض الكلمات أو التعبيرات زي كلمة مثلا It's time، It's time، أو I'd rather أو would rather لما يجي بعدها فاعل، خد بالك. It's time أو would rather لما يجي بعدها فاعل، يعني يجي بعدها فاعل، يعني مثلا أقول I'd rather he أو she أو أحمد أو أيا كان. I'd rather وبعدها فاعل أو it's time لازم يجي بعدهم جملة في زمن الماضي البسيط. لازم الفعل اللي بعدهم ماضي بسيط. Please it's time. وأيد راذر لو جه بعدها فاعل، وركز قوي في حكاية الفاعل دي، لازم بعدهم ماضي بسيط. الملحوظة اللي بعد كده ليها علاقة بود راذر برضو، بس بتقول إن ود راذر لو مش بعدها فاعل يبقى بعدها الانفينيتيف أو المصدر للفعل بدون إضافة. يبقى أنا عندي اتنين ود راذر، ود راذر لو جه بعدها فاعل يجي بعدها فعل ماضي، ود راذر لو ما جاش بعدها فاعل يجي بعدها المصدر مباشرة وبدون تو. الملحوظة اللي بعد كده كلمة لاونج L-A-U-N-C-H، الكلمة دي معناها يطلق، بتستخدم في معظم الأحيان مع الصواريخ، يطلق صاروخ. Launch a rocket، Launch a satellite، يطلق قمرا صناعيا. ولكن أحيانا بتبقى جاية مع الموضة، أيوة فاشن، وبالتالي لو جت مع الموضة استخدم يطلق Launch مع الموضة فاشن. النوت اللي بعد كده حاجة برضو بتيجي كتير في الامتحانات، Space Walk، التمشئة في الفضاء، انك تطلع تتمشى في الفضاء. دي بتاخد الفيرب دو، دو سبيس ووك. وبالمناسبة حاجات كتير بتاخد دو، مش بس سبيس ووك. دو ا سيرفي، دو ا ريسيرش، دو هوم ورك، دو هاوس ورك، حاجات كتير. دو ا فيفور يعني يعمل معروف لحد، حاجات كتير بتاخد دو، ركز قوي على الموضوع ده. النوت دي بتتكلم عن الكلمات والافعال والاكسبريشنز اللي بيجي بعدها الفيربز ذات اي ان جي.
طبعا كلنا عارفين ان في افعال وكلمات بيجي بعدها الفيربز الاي ان جي، بس الافعال دي لو جه بعدها مجهول بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عباره عن بيينج والتصريف التالت. وضح اكتر يا مستر. يعني مثلا معروف ان اي لايك بيجي بعدها الفيربز الاي ان جي، زي مثلا اي لايك بلاينج. لكن لو انا عايز اقول انا ما بحبش اتخدع او انا ما بحبش اني انتقد مجهول، اكتبها ازاي؟ هقول I like أو I don't like being criticized. being والتصريف التالت، يبقى أي حاجة بيجي بعدها ing بطبيعتها في المعلوم لو جه بعدها مجهول هيبقى بعدها being والتصريف التالت. الملحوظة اللي بعد كده بنتكلم عن كلمة by. by هي كلمة تدل على زمن المستقبل التام. by في أول الكلام أو في آخر الكلام، يعني ممكن أقول مثلا by next week أو آخر الكلام by next week. المهم by وبعدها أي مدة، by في أول الكلام أو by في آخر الكلام، ركز ودور لقيت by تعرف إنك قدام زمن المستقبل التام. will have والتصريف الثالث، will have والتصريف الثالث. كلمات التحذير زي be careful وزي look out و watch out و take care، الكلمات دي بيجي معاها زمن المستقبل باستخدام am أو is أو are going to زاد المصدر. be careful, look out, take care و watch out، الأربع كلمات بتوع التحذير دول بيجي معاهم المستقبل ب am أو is أو are زاد going to زاد المصدر. معروف طبعا إن am أو is أو are زاد going to زاد المصدر بتيجي مع حاجات تانية زي إيه؟ زي مثلا التنبؤ بدليل، لما أكون بتنبأ بدليل ودي جاية في ملحوظة بعد شوية، زي الخطط عشان كده بتيجي مع كلمة plan يعني يخطط، زي الحاجات القرارات المتخذة مسبقا زي have decided أو have made up mind اتخذت القرار، وبتيجي كمان مع النوايا والخطط وكلمة نية يعني intend أو intention. بس أنا ملحوظتي الوقت اللي بتكلم فيها بقول لك كلمات التحذير be careful, take care, watch out و look out بيجي معاها am or is or are going to زاد المصدر. طيب أمال going to عموما قولها لنا كده بشكل ملخص، لو لقيت ايه اخد going to؟ بص يا سيدي، لو لقيت have decided اتخذ قرار مسبق، في حاجه تساوي have decided على فكره اسمها have made up mind، his mind my mind على حسب الفاعل. يعني have made up mind يعني اتخذ قرار برضه مسبق وبرضه going to. كمان كلمات التحذير زي ما قلنا في النوت اللي فاتت، كمان الخطط والنوايا عشان كده بتيجي مع كلمه plan أو intend أو intention، وكمان التنبؤ بدليل. لو لقيت كلمة or تعرف هنا إن في تهديد. عارف أنت الجملة اللي بتقول مثلا you must study your lessons or I will punish you، هنا or معناها إن أنا بهددك هتعمل كذا وإلا أنا هعمل كذا. or مع التهديد، والتهديد بيجي معاه will والمصدر، يبقى لما الاقي or أضع will زاد المصدر. النوت دي بتقول انك لو شفت دليل على حاجة تستخدم going to، ولو واحد بيتنبأ بدون دليل او بيفتي زي ما بنقول بنستخدم will المصدر. خلينا اوضح شوية وهدي لك مثال. لو قلت لك مثلا tomorrow it will rain، انا عندي دليل ان الدنيا هتمطر، بكرة ما عنديش دليل عشان كده استخدمت will المصدر. لكن لو قلت لك it's getting cloudy، الدنيا بتغيم، it's going to rain، هنا بقى هستخدم going to علشان عندي دليل ان it's getting cloudy، الدنيا بدأت تغير. هي دي فكرة ان لو عندك دليل استخدم going to، لو ما عندكش دليل هتتنبأ بدون دليل استخدم will. الملحوظة دي بقى في نفس سياق اللي كان بيتكلم فيه في الملحوظة اللي فاتت وهي المستقبل. انا دلوقتي يا مستر لو لقيت مثلا صفة شخصية، بمعنى ايه؟ لما اقول لك مثلا فلان ده لاعب كويس، ميسي is a clever player، لاعب كويس، ده دليل؟ بناء عليه اكتب he is going to score a goal؟ لا طبعا، الصفات الشخصية لا يعتد بها كدليل. ما تقوليش مثلا فلان شاطر يجيب الدرجة النهائية، لا، الصفة الشخصية مش دليل، مش لازم عشان شاطر يجيب الدرجة النهائية، مش لازم عشان بيلعب كويس يجيب جول، مش لازم عشان عينه زرقاء عشان دي جت جملة قبل كده يبقى ابنه عينه زرقاء خالص. الصفات الشخصية لا يعتد بها كدليل، وبالتالي لما الاقي صفة شخصية زي كده ما استخدمش going to ولكن استخدم will زائد المصدر. الملحوظة اللي بعد كده حاجة غريبة جدا. أنا يا مستر عارف إن I think من الكلمات اللي بتيجي مع will والمصدر، تمام؟ يعني لو قلت مثلا
I think it will rain tomorrow. أعتقد أنها ستمطر غدا. I think كلمة بتعرفني إن في will. كويس. عارف كمان إنه لو في دليل زي it's getting cloudy هستخدم going to. It's getting cloudy. It's going to rain tomorrow. يعني لو في دليل going to ولو في I think will. طب لو جملة اتنين، لو it's getting cloudy I think it's a it will rain ولا it's going to rain، ها اعمل ايه؟ الدليل اقوى من I think. يعني ايه يا مستر؟ يعني getting cloudy ده كدليل اقوى من وجود I think، كأن I think مش موجودة، وبناء عليها استبعد فكرة ان انا استخدم will واستخدم going to علشان وجود الدليل. احفظ المعلومة دي، الدليل اقوى من I think. دايما بقولها لطلابي، بقول لهم ايه؟ الضمائر تلتزم بقواعد المكان. مش فاهمين يا مستر؟ يعني الضمير ليه مكان محدد في الجملة، بمعنى ايه؟ اكيد انت عارف طبعا ضمائر الفاعل زي I و he و she و at و we و they و you، دي بتيجي اصلا في اول الكلام فاعل مكانها في اول الجملة. في ضمائر مفعول زي me و him و her و them و you و us و at، ودي مكانها يا اما في وسط الجملة يا اما في اخرها لانها مفعول. ولكن اذا طلب منك انك تحط بعد have او get ضمير، يعني مثلا the boss have not study hard، اوكي؟ طبعا انا بتكلم عن عاقل، لانه have بيجي بعدها عاقل ثم study ده المصدر، اوكي؟ فيبقى او مثلا the teacher not have the teacher have not study hard، المدرس خلاهم يذاكروا بجد. هنا المفروض ان انا بتكلم عن فاعل، الطلبه هم اللي هيذاكروا، لا بس الموقع هنا المكان هنا مش في اول الكلام. وبالتالي الضمير يلتزم بقاعدة المكان. يعني ايه؟ يعني مكان الضمير اللي انا عايز احطه هنا مكانه فين؟ في نص الجملة. The teacher have او the teacher has، لانه مفرد، the teacher has not، النقط هنا جاية فين؟ في نص الجملة، وبالتالي تلتزم بقواعد المكان وتضع ضمير مفعول. يبقى اذا طلب منك انك تحط ضمير بعد have او get لازم يكون ضمير مفعول. him her me us them you او it.